لمزيد من التعليق معنا من باريس سيد خطار أبو دياب الأكاديمي والمحلل السياسي، مرحبا بك سيد خطار. ما دلالات قرارات القضاء الإسباني باتهام حكومة كاتالونيا بالتمرد والاختلاس؟ بالطبع نحن الآن أمام مسار تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني، وهي أتاحت للحكومة المركزية في مدريد وضع اليد على كاتالونيا بجديد، إلغاء سلطات الحكم المحلي، وبما أن أعضاء الحكومة الذين نظموا الاستفتاء، أعضاء الحكومة الذين يتابعون القول بأنهم سيستمرون بأداء المهام، ها هي المحكمة في إسبانيا تقرر إذن إحالتهم، وهذا يعني وصول المسألة إلى حد كبير من التصعيد إن كان السياسي والقضائي والأمني، وهذا منتظر بعد كل التوترات منذ الأول من أكتوبر حتى يومنا هذا. طيب، قبول كاتالونيا بقرار مدريد حل البرلمان، كيف تقرأه أستاذ خطار؟ هل هذا القبول يعني يعد نهاية لمشروع الانفصال؟ يعني في النهاية هناك مد وجزر في الموضوع. بلحظة معينة كان رئيس كاتالونيا الذي أعلن الاستقلال بعد تصويت البرلمان أنه سيصمد وأنه يطلب المقاومة، لكن عند رؤية الناس في الشارع والانقسام الكبير بين المؤيد والمعارض للاستقلال في إقليم كاتالونيا، هناك عودة إلى الحكمة عند الطرفين وترك المسألة للتحكيم في 21 من ديسمبر القادم عبر الانتخابات الإقليمية. أظن هذا مخرج يشكل حفظا لماء الوجه بالنسبة للاستقلاليين، خاصة أنه ربما من خلال هكذا اتجاه تزداد حصتهم. الآن تقدر نسبة المؤيدين لهم من ناحية الأحصاءات ب 42%، يمكن أن يؤلفوا تكتلا له وزنه، ولكن بالطبع كما قلتم هذا يعني أن مشروع الانفصال أو مشروع الاستقلال، هذا المشروع الذي تمحورت حوله أمال فئة من الكتالونيين، هو بصدد الانطواء الآن. البعض يقول بأن عزوف مواطني كاتالونيا عن الاستجابة لدعوات التمرد والعصيان يعبر عن حالة الشارع الكاتالوني بالرفض للانفصال، هل تتفق مع ذلك؟ أنا كما قلت هناك انقسام عميق، مؤيد ومعارض، نعم، أن هذا الانقسام هو انقسام ما بين الفئتين متعادل، القوة شبه متعادلة ما بين الفريق الذي يرفض الانفصال والفريق المؤيد للانفصال، والمتاعب الاقتصادية التي أخذت تتعرض لها كاتالونيا وانسحاب الشركات، الخوف من عدم الاستقرار، كل ذلك رجح وبلو بشكل بسيط تيار عدم الانفصال، وأدى بجماعة الانفصاليين لبدء إحباط، هم مصابون الآن بإحباط، ومن سفر رئيس كاتالونيا الذي أعلن الانفصال إلى بلجيكا إلا رغبة منه بالتفاوض وإيجاد مخرج للمأزق الموجود هناك والذي تعمق يوما بعد يوم. طيب، كيف ستؤثر مآلات الأمور في كاتالونيا على باقي دعوات الانفصال في أوروبا والعالم؟ يعني بالنسبة لكاتالونيا، لم تقل كاتالونيا كلمتها الأخيرة بمعنى أو بآخر، هناك مسارات تتعقد منذ 2010، ويمكن إذا نالت الحركات الانفصالية الأكثرية في انتخابات 21 من ديسمبر أن يكون هناك عود للمطالب أو عود للمطالبة، لكن في مطلق الأحوال درس كاتالونيا مهم بالنسبة لباقي حركات الانفصال، من الأفضل أن تتم وفق القانون ووفق أطر ديمقراطية وليس وفق أطر فرض الرأي. مثلا في تشيكوسلوفاكيا حصل انفصال بين تشيكيا وسلوفاكيا تم بسلم، اسكتلندا رفضت الانسلاخ عن المملكة المتحدة وبقيت فيها. إذا يمكن من خلال احترام دول القانون الوصول إلى نتائج أفضل إذا أراد مكون أو مجموعة المطالبة بحق تقرير المصير. شكرا لك من باريس سيد خطار أبو دياب الأكاديمي والمحلل السياسي.